جمعية قدماء لاعبي الاتحاد الزمولي الخميسات عندنا شراكة مع المجلس الإقليمي، ولهذا ارتأينا فاش غادي ناخذوا هاد جوج ديال الملاعب ديال القرب اللي غادي تكون منفعة للشباب ديال المدينة ديال الخميسات، لأننا ما يمكنناش نسدوا شي باب في وجه شي واحد رياضي باغي يدير الرياضة، دونك غادي نديروا الشق. بسم الله سير سير على بركة الله الله يوفقك الدنيا يلا بسم الله الرحمن الرحيم. باسم جمعية قدماء لاعبي اتحاد الزمولي الخميسات كنشكروا المجلس الإقليمي برئاسة السي محمد الحموش اللي عطانا هاد الملعب ديال القرب اللي غادي نستغلوه كجمعية قدماء لاعبي اتحاد الزمولي الخميسات، اللي غادي ترجع المنفعة ديالو للشباب ديال المدينة. وحنا كدي زونسيان جوار عندنا أطر كفأة اللي غادي تشتغل في هاد الاتجاه هذا في إطار تكوين ديال الشباب
والتنقيب على المواهب الكرويه بشانها. غادي نعطيو للنادي اتحاد الزمورة والخميسات وجميع الانديه ديال الاقليم، ماشي غير فريق اتحاد الزمورة والخميسات، كذلك البلديه ديال الخميسات، كذلك تيفلت، كذلك والماس الروماني اكسترا، جميع الفرق الرياضيه، لان هذا هو الهدف ديالنا حنايا كجمعيه قدماء لاعبي اتحاد الزمورة والخميسات، اللي عندنا هدف اجتماعي ورياضي محض. كما كتشوفوا ما تنقتصروش غير على كرة القدم، إلا فتشتوا درنا مسائل اجتماعية، ودرنا في هذا الكونفينمون القفة اللاعبين القدماء اللي ما حلفهمش الحظ يكونوا تكون عندهم عيشة مستقرة. وحنايا بالمجهودات ديالتنا وديال الطاقم ديال الجمعيه ديال القدماء لاعبي اتحاد الزمورة والخميسات، غادي نرجع نعاود ناكد على ان المجلس الاقليمي اللي صراحه عقد معنا واحد اتفاقيه شراكه، اعطانا درنا واحد 100,000 درهم مي لان الاكثريه كانوا تيقولوا باللي راه الجمعيه ديال القدماء اتحاد الزمورة والخميسات استفدات من ديك 100,000 منا. حنايا كيف حالنا كيف حال الجمعيات ديال الاقليم ديال الخميسات، منين جا الكونفينمون راه حتى واحد ما خدا. دونك ثانيا كنعاود نشكر المجلس الاقليمي والسلطات المحليه على هذه الالتفاته اللي داروا في المدينه بخصوص ملاعب القرب، لان هي المتنفس الوحيد للشباب حاليا. بسم الله الرحمن الرحيم. لاعب فريق اتحاد الزمورة والخميسات سابقا خالد بخوش، وواحد من اللاعبين القدماء اللي كينوب على جمعيه قدماء اتحاد الزمورة والخميسات. اليوم كان الافتتاح ديال الملاعب ديال المنتزه ثالث مارس. الحمد لله السلطات بجميع المكونات ديالها تم اتفاقية شراكة مع رئيس مجلس الإقليمي السيد الحموش، اللي تسلمنا جوج الملاعب ديال القرب في منتزه ثالث مارس، وهذه بادرة طيبة للجمعية والإقليم ككل، لأن كنت واحد الفرحة اللي ما تصورهاش، لأن كنا محتاجين لهذه الملاعب القرب اللي تفتحت اليوم في وجه جمعيات قدماء اللاعبين ديال اتحاد الزمورة والخميسات، وفي وجه الجماهير الزمورية والساكنة ديال الإقليم. اتفاقية شراكة اللي تمت بين جمعيات قدماء اللاعبين ورئيس مجلس الإقليمي اللي كيترأسه السي محمد الحموش، وكنشكروه من هذه البادرة، وكنشكروا السلطات المحلية اللي سهرات على هاد الملاعب القرب في المنتزه ثالث مارس. وحنايا غادي ناخذوا واحد البرنامج اللي كيشمل الإقليم كامل بما فيه الخميسات خاصة، وغادي نعطيو الفرصة لجميع الساكنة باش تمارس المباريات ديالها هنايا في هاد الملاعب اللي تقريبا كتواجد في واحد المنطقة اللي هي جميلة جدا، وهذا فضاء كيتمناه اي جمعيه. والحمد لله كاينه واحد الثقه كبيره في هذه الجمعيه ديال قدماء اللاعبين اللي سهره على الخدمات ديال اللاعبين القدماء واللاعبين اللي مروا عبر اتحاد الزموري خمسات سنوات، وهذا كيشرفنا لان كنخدموا التنميه البشريه في مدينه الخميسات. وحنا راه الاشارات للجميع، لان غادي نقدموا يد المساعده للساكنه واللي بغى يجي لهاد الملاعب. كاين برنامج مسطر يحترم، وان شاء الله غادي تكون فرحه لجميع الساكنه كيف ما قلت باش تشارك في هاد الملاعب هذا. وشكرا للسلطات المحليه وعامل الاقليم ورئيس مجلس الاقليمي اللي سهروا على هاد الملاعب، وكنتمنى يزيدوا يوفروا لينا باش نكونوا عند حسن الظن ديال الجمعيه وعند حسن الظن الساكنه ديال الاقليم. وشكرا.